Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me. السلام عليكم اخوان، كي دايرين؟ رمضان مبارك سعيد. معكم عماد، يلا نستافدوا مع عماد فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غنهضروا على عاشق باباغا ولا عاشق باباغاوات تضامنا مع هذاك السيد، حيت هذاك الشيء اللي طرا ليه يقدر يطرق لاي ملوع واي عاشق ديال الهوايه ديال الطيور ولا عاشق ديال الهوايه ديال تربيه الكلاب، يقدر يطرى ليه مسكين هذاك المشكل. هذاك المشكل ما نبغيوهش يطرى لتا واحد، وتضامنا معاه. وخويا اش نقول لك، ما قاصحه بزاف، حيت لحقاش هذاك السيد الثمن الطيور اللي مشات ليه، ولي بيروكي اللي مشاو ليه، مشى ليه الارا، مشى ليه البيروجاكوري، مشى ليه الالكسندر، مشات ليه المولينا، مشى ليه مسكين الامازوني، مشى ليه الكابوني، يعني مسكين فلوس صحيحه اللي مشات لهذاك السيد في الطيور. خويا اش نقول لك، شنتمنى لك اخويا التوفيق، والله يعوضك اخويا، وحنا كاملين معاك، والله يسهل امرك اخويا. اللي بغيت نقول للموالع بان غير الدراري اللي يديروا لي كاناري مثلا، ولا يديروا لي بيروج، ولا يديروا لي كالوفساج، ولا يديروا لي زانسيبارابل، تضامنوا مع هذاك الدري. هذاك الدري يسهل تضامن، حيت لحقاش كان غادي في واحد المستوى زوين، وغادي في واحد الطريق اللي غدا اللهم بارك غادي مزيان، الله يسهل عليه مسكين. وتحطم وتهرسوه، هو راه عرف الناس اللي داروا ليه هذاك الشيء. تنتمنى الله ياخذ ليه، ياخذ فيهم الحق، ولا ياخذ لك حقك اخويا ان شاء الله، ويرد لك رزقك ويردوا لك الطويرات ديالك، حيت لحقاش راه صعيبه بزاف بزاف باش تكون مربي الكبده على واحد الطيور، ولا تكون مربي غير ما مشوش بعيد، ما مشوش بعيد. واحد الانسان عنده واحد لي بيروكي ولا واحد لي ارا مدريسيهم ومربيهم ومولفهم، تجي تحيدوا ليه، راه صعيبه بزاف اصاحبي. واه طير عندك، طير عندي شي موت تبقى فيا الحاله صاحبي، عاد تيجي واحد يدير لك رزقك اصاحبي. راه ما سهلاش الخوش، راه صعيبه، والله يشوف من حالو مسكين. وكل تضامنا معاك خويا، تنتضامنوا معاك الاخ عاشق باباغاوات. تحياتي لك من عماد، يلا نستافدوا مع عماد مدينه الرباط. وتنتمنى الدراري كاملين اللي مابونين عندي، ولا الناس اللي داخلين في الجروب، حيت لحقاش راه ما نكذبش عليك اصاحبي، راه مينش ندخل لي باج فيسبوك وفي الانستغرام تنشوف وابقى فيا صاحبي. راه ما يمكنش هذاك السيد صاحبي تيدير محتوى زوين ونقي، ومن الفوق تيحمي لي بيروكي يدير ليه مسكين بحال هكا. علاش؟ حيت لحقاش تيقلب على ورقه وحده، الورقه ديال الملكيه، باش يبقى حتى هو يخدم بسميتو كيف تنقولوا لها باغ ادريس، ولا بالملكيه ديال بان راه يقدر يبيع لك واحد الحاجه راه تشريها من عنده بالوراق. يعني السيد هذاك ما تيبيع، ما تيتاجر، غير شي تيدخل في الطيور، وباقي مسكين ما داير والو. داروا ليه هكا علاش؟ حيت لحقاش السيد صراحه الله وصل لنيفو عالي في ليرفاج، الله يسخر ليه مسكين، والله يشوف من حالو. وتحياتي لك خويا عاشق باباغاوات، والله ياخذ الحق اللي كان في حيله وسباب اللي طرا لك هادشي، حيت هادشي راه ما ساهلش بزاف، صعيب بزاف بزاف. كيف قلت لكم، تيموت ليا انا غير طير واحد، تيموت ليا تيبقى فيا الحال، عاد حساك يجي واحد الانسان يديو لك الطيور ديالك اصاحبي، راه ما ساهلش. ونتايا بانه راه ما عندوش هو طير واحد ولا جوج ولا ثلاثه، راه عنده تبارك الله العدد ديال الطيور وبزاف ديال لي راس اللي عنده، وما عندوش لي راس اللي خاسر، راه عنده لي راس اللي غاليين. عنده بحال الارا غاليه، بحال المولينا غاليه، البيروجاكولي غالي، الالكسندر غالي، الكابوني غالي، وراه ما عندوش. تما تنقول لكم هاد لي راس، ما تنقولش لكم بياسه وحده ولا جوج ولا ثلاثه، راه كل بياسه تلقى عنده ثلاثه ديال لي كوبل، جوج ديال لي كوبل، اربعه ديال لي كوبل، راه ما ساهلاش اصاحبي. باش تنشوفوا الفيديو مسكين ديال المزرعه ديالو، وكنت شي هبط في المزرعه ديالو، تتبقى يبان لك كلشي الغواش والصداع عنده ديال الطيور. هاك مسكين في هذاك الفيديو اصاحبي، ما جا عنده هو داك الكليب مسكين، هو اللي شينبح اصاحبي، ومخلي ليه شي بياسات ديال الكنار، ونخلي ليه شي بياسات ديال الكالوبساج، وداك الفيزو مخلينو ليه، ومخلي ليه البط حشومه صاحبي. داو هذاك الشيء الغالي واللي زوين، وخلاو ليه غير هذاك الشيء مسكين، خلاو ليه البط والفيزو حشومه وعيب وعار صاحبي. خويا تحياتي لك من الرباط، شن عندك، وتنتمنى الدراري كاملين تضامنوا مع الدري ديال عاشق باباغاوات من طنجة للقويرة. وتحياتي لك خويا، وكل تضامنا معاك، والله يسهل امرك، والله يبين الحق، ولا يرد لك رزقك اخويا، حيت لحقاش هذاك الفلوس اللي ضيعتي راه ما ساهلاش، راه فلوس كبيره. غير السيد تيقول لنا مسكين راه ضيع 80 مليون ديال الطيور اللي مشات ليه، يعني راه بروجي ديال الحياه ديالو غيبغي يخدم به، مشى ليه كلشي داو ليه. خويا الله يوفقك صراحه،
والله يرد لك طويراتك على خير، والله ياخذ الحق في اللي كان حيله وسباب. ما تنساوش ديروا جيم وابوني وتفعلوا الجرس، ويلا نستافدوا مع عماد. وتحياتي لك اخويا، عرفتي شنو راه ما قادش نهضر بزاف اصاحبي، والله الا عرفتي بقى فيا الحاله اصاحبي، والله الا بقى فيا الحاله. ملي تشوف مولوع شي طرا ليه بحال هذا المشكل هذا، راه ما ساهلاش اصاحبي، والله ما ساهله بالله. تحياتي لك خويا، عاشق بابا غواش، وكل تضامنا معاك انت، والله يسهل امرك اخويا في هاد العواشر هادي.